كنت عايزه اروح معاك للصحافه العالميه يعني هي ناخد فكره بس ادينا فكره. بص يعني انا هقول لك على حاجه، هو المانشيتات ما اختلفتش قوي، بس انا بحب انا وكريم دايما برضو نطلع حضراتكم العالم بيقول ايه، مش بس محليا احنا بنقول ايه. يعني من رويترز برضو بيتحدث ان ميسي اون ذا بنش فور ليج 1 جيم اجينست ريماس، يعني بيتحدث ان هو كان مينلي قاعد على البنش، يعني مشاركته الى حد ما برضو ما كانش لها هذا التاثير القوي. وتحدثوا زي ما انا قلت لك على ان مبابي هو اللي كان برضو واكل الجو زي ما بيتقال. The Guardian برضو بيتكلم على نفس الموضوع، يعني اهو يعني مبابي ستيلز الشو. هو فعلا امبارح كان بيلعب كويس جدا يعني. اليومين دول يومين وعموما، لانه كمان عامل لغط كتير فيما يتعلق بهيروح فين، هيروح ريال مدريد ولا مش برضو هيستنى الموسم الجديد ولا لا. يعني اليومين دول يعني او اليومين اللي فاتوا كان في كلام كتير على نجوم كره القدم العالميه. بص ولسه الحديث هيفضل مستمر، لان ده زي ما بتاع الحديث الساعه، يعني كره القدم العالميه كمان تشغل بال الملايين والملايين في العالم. وده موسم التنقلات زي ما بيتقال، والماركاتو شغال. فهنعرف بس على كل حال برضو زي ما انت قلت، هي الاشاعات كتيره جدا والكلام كتير جدا على السوشيال ميديا. من الحاجات برضو اللي على فكره ملفته قوي قريتها امبارح، الناس كانت بتتكلم عن يعني بص، هو الناس من اول ما نزل ميسي بيحكموا عليه من اول دقيقه، وده برضو انفير على فكره، مش معقول. يعني هو نجم كبير ونزل اول ماتش، حتى انا اعتقد هو مش نازل، المدرب مش منزله عشان متوقع منه حاجه، ده اول دقائق يعني ليه. بس الناس كانت بتتكلم بقى، من الحاجات اللي قريتها غريبه قوي، يقول لك خلاص عصر ميسي وكريستيانو خلص، ده عصر ناس تانية، وذكروا منه اسم مبابي. فهل الموضوع ده انت مقتنع بيه يعني؟ مش قوي كده يعني. ميسي لا، بس بالنسبه لكريستيانو رونالدو خلي بالك برضو ايه الكعبله اللي هو متكعبلها في الفتره الاخيره، فكره انه عنده 36 سنه، فكره انه مش هيستمر كتير في الملاعب، فكره ان في وقت ضاع منه وهو في حاله من عدم الرضا لوجوده في يوفنتوس، ابتدى يتكعبل يعني بالبلدي كده، في كعبله تخص كريستيانو رونالدو. ايه اللي هيحصل معاه بقى الفتره اللي جايه؟ ادينا هنستنى ونشوف. اكيد طبعا.